فما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد، له راحة لو إن معشار جودها على البر كان البر أندى من البحر. وإن هذه غير المعروفة، إن هذه بمعنى صب، يقال أن الماء في الحوض يئنه بمعنى صبه، وإن الماء أي صب الماء. وهذه من جملة أسرار إن في اللغة العربية، له راحة لو إن معشار جودها. لا ينبغي التسرع في تخطئة الناس، لربما أتوك بالعجائب. وهذا البيت لو ألفاه واحد منا مكتوبا لصححه، وإن كان متأدبا مع المؤلف قال غفر الله للمؤلف ورحمه. إنا يجهل أسرارها وأحكامها، تنصب المبتدا وترفع الخبر. إن هذه بمعنى صب، لو إن معشار جودها، أي لو صب معشار جودها على البر كان البر أندى من البحر صلى الله عليه وسلم. ومن أسرار إن كما تفضل الشيخ عبد القادر حفظه الله، سيد عبد القادر، إن هند المليحة الحسناء وأي من أضمرت لخيل وفاء. إن هند، واحد غادي يقول لك إن هندا، لا إن هند، وليك جت هذه إن هند من وآية إي، والأمر منه إي للمذكر وللمؤنثة المخاطبة إي، لابد من زيادة الياء. ثم أكد الأمر بنون التوكيد الثقيلة فصار اللفظ إن، أي عيدنا من الوعد، وآية بمعنى وعد. إن فاجتمع ساكنان سابق منهما حرف علة فحذف فصارت إن. والمنادى بعدها على حذف حرف النداء عدي يا هند. المليحة نعت له بحسب لفظه، والحسناء نعت له بحسب معناه. ومن أسرارها كذلك، قادر تجرنا، ومن أسرارها أنها بمعنى نعم، وهو أحد المخارج التي يتخرج عليها قول الله عز وجل إن هذان لساحران، نعم هذان لساحران، هذان لساحران. أعرابي اسمه عبد الله بن الزبير، عبد الله بن مش الزبير، جاء إلى عبد الله بن الزبير فقال عبد الله بن الزبير لعبد الله، ولا عكسا وخلا هادشي تيتلف، فقال عبد الله بن الزبير لعبد الله بن الزبير أعطني مما أعطاك الله. فلم يعطه عبد الله بن الزبير شيئا، فغضب الأعرابي وقال الذي هو عبد الله بن الزبير لعن الله ناقة حملتني إليك. فقال له عبد الله بن الزبير إن وراكبها، أي نعم وراكبها.